والله ما لها كل داعي لهزه. وخلنا نعطيك اياها من الاخير وهاي للامانه، وحتى لو يفلشون السياره مالتي من جديد موضوع الهزه ينحل ب 5000 دينار للتاريخ احكيها، ينحل يصعد الموظف يدرون يعيدون الكاميرات يشوفون الموظف شلون يصعد وياخذ المالته اللي يقول احنا على باب الله. ثانيا رجعنا للموظف ابو الشركه يخطا بالمعامله ورجع عيد الاختام مالتك من جديد. يعني ما اعرف شنو القضيه من شنو الروتين واجهته المشكله؟ الروتين واجهته الصادره ما لها داعي، لانه يا اما يخلوا لها اربع كابينات خمس كابينات يا اما ما لها داعي. وثاني شيء الهزه فحص روتيني مجرد سحب فلوس وخلاص. هذا اللي اقدر اقوله. رئاس مجلس الوزراء يعرفون انه اكو اموال جاي تدخل دارة المرور ومعروفه الاموال وين جاي تروح وشنو مغزاها. اذا موجوده هاي الاموال ودخلت عند مديريه المرور العامه المفروض كل واحد يروح بمكانه، مثلا الخاصه بالطرق والجسور تروح الطرق والجسور، الخاصه بالاشارات الضوئيه اللي ما شايفينها وما موجوده حاليا تروح للاشارات الضوئيه، تخطيط الشوارع، الارض تخطيط الارصفه، الحوادث اللي جاي يصير كلها بالعراق عموما هي سببها دائره المرور العامه. يتحملها مدير المرور العامة أمانة، وأنا مواطن ومستعد أقعد وياه وأقول له شنو الأسباب اللي يتحملها بالحوادث الجاسر. صح موجودة السرعة موجودة، لأنه طبعا من أمن العقابة سائل الأدب. كاميرات كل دول العالم سافرنا موجودة كاميرات تتحاسب على أي خطأ، ماكو داعي مرور. أنا واحد من العالم جيت حول السيارة لقيت عليه غرامات بمناطق أنا ما واصلها أصلا، وأعرف شلون يصير هاي القضية. مجرد أنه ينطرش الشرطي مال المرور ويغير رقم واحد تحولت الرقم على سيارة يا مسكين بالعراق. هذا اللي يصير. مثلا انا هسه معاملتي بمرور الكاظميه، بدل ما اكمل معاملتي هناك راح اقتل لي يوم هنا بالحسينيه. هو ليش عاملني بالحسينيه؟ ليش ما يفتح لي هزه بمرور التاجيات او يم الكاظميه؟ شو هناك بعت شوله واسوي لي مثل ما سويت هنا بنايه اسوي بنايه هناك، وهي فلوس فائده لكم مو انه. هاي وحده. اثنين، اذا تدور انت تدور متانه ومتانه السياره، اقطع السايقه اقطع الشيري اقطعهم جيب لنا كوري. مو خلي احنا نجيب هاي المدير 17 18 هاي الجكساره والبراده الضالات من الامارات نجيبها، ما احسن من السايبه؟ مو السايبه احسن اللي قاعد تمشي هسه. مو لو جايب لي تيك توك الدوري ويا مكان. اثنين، هاي الثالثه وين اكو شوارع بيها خير؟ هسه انا طبقك هزه منها ما طبقك من التاج بغداد هي هاي هزه. ما يظل لا قبل لا تاور لا يظل شو اسمه ترقاعه الله، بس يوميه صافنين ومطلعينهم قرار يوميه صافنين وكله على الفقير. تطلع وصل مال سبايكر 35000، شنو الشهداء معكم رواتب مال سبايكر؟ لو الدوله تجد من المواطن فهمونا احنا نسوي ما نسوي فد حل. يعني مثلا هاي كلها عرقله بعرقله كلها ضد الفقير، محاربه الفقير، يعني يقول لك لا تظل بهالبلد. والله ما له داعي يعني هاي الهزه كلها ما بيعيش، يعني جيب منك الهزه حط هناك كل شيء ما بي، يقول لي سايد برك نوبه، يقول لي صبغ نوبه، كل شيء ماكو. يعني حط بس السياره هزه وهذا هو، لا كل شيء ماكو، اختم عليها واطلع لي قدام كل شيء ما بي. يعني شيء تحكي يعني ماكو، هاي العالم نايمه وهاي السياره على مود ختم وعلى مود كل شيء، اي داعي ما بيها. يعني تحويل الملكيه وتحويل السنويه هناك ما تطول اكثر من هزه، يعني بنص ساعه انت تبصم وتحول تاخذ السنويه بالزايد ساعه. انا هسه عابر محافظه جاي من ديال البغداد على مشروع تجديد سنوي. زين ماكو، انا من 9 الصبح انا هنا، ليش يعني؟ ماكو اي تاثير يعني ماكو ما بيها شيء. اليوم احنا من موقع الهزه، موقع فحص متانه الحسينيه، اليوم عندنا عباره عن سيارات تجي فحص متانه. بالبدايه المواطن يقص وصل قيمه 30000 دينار ويطب المواطن يصعد تسعى السياره الهزه. اول شيء فحص المتانه يتضمن عندنا فحص البريكات، فحص الهند بريك، فحص الفحص يعني دبلات السياره. ونحن شركه، احنا لازمين الموقع شركه مدار دجله، فاحنا عندنا من بعدها السياره تطب على جهاز الهزه، يطلع تقرير بالسياره، يطلع وصل بالسياره، يطلع انه السياره شنو وظائفها، شنو بيها الموزين، شنو بيها التعبان. وراها تطبع استماره للمواطن ترفق ويا استماره الجهاز. وراها عندنا جهاز الغازات يفحص السياره ان كانت الحجر بيئه ماكو او صالنصه بيها تعبانه او صالنصه مزروفه، يبين لنا المشاكل الموجوده بالصالنصه. وراها عندنا الحفره الجفره فحصها، تفحص الصدر والدبلات وتفحص ان السياره او كان بها خلل من جوا. وراها عندنا فحص اللايت، تفحص اللايت ان كان اللايت بمشكله او اللايت تعبان او كان به ضعف او كان قوي اذي
قوة يعني أذي نظر المواطن في بالسياقة. وراها من عندنا فحص الشاصي، فحص السيارة إن كانت مقصوصة أو بها قصة أو السيارة غير أصولية أو كان رقم الشاصي مبين. فإحنا هذا موقعنا موقع الحسينية، وإحنا نقدم خدماتنا للمواطنين. هاي العملية هم المرور نفسيتهم ما مقتنعين بها، شلون بقنا بها بوقة؟ تعرف شلون بقنا بها بوقة؟ أنا أقول لك شلون بقنا بها بوقة. هاي العملية صارت بها على مود الفلوس، إحنا ناس متأذين بهاي القضية. هاي العملية شلون مباغتة سووها علينا؟ إحنا ناس متأذين، معاملة كاملة تجري هنا وياخذون عندك أول ما طلب 30,000 دينار اللي هو الوصل. هذا الوصل عبارة هو على هاي العملية والفرة كلها، وهاي البناء وهاي العملية صارت كلها على مود الوصل 30,000 دينار. هذا الوصل أنت إيش تعتبره؟ هذا الوصل أنا أعتبره قمة البوق، هرم البوق، لأن هذا الوصل ما راح يروح لرائد الدولة، هذا راح يروح لغير ناس، وغير ناس هي المستفادة من عنده. فلذلك عملية غميت. وين الشارع اللي احنا عندنا بيه حظ؟ اكو شارع هسه قدمت له اياه طريق تمشي بيه السيارة، طريق نظامي ومضبوط ومرتاح بيه السيارة، ما عندك شارع انت بيه حظ. وانا عندك شارع هسه حاليا تمشي بيه انت سيارتك مرتاحة، نايم 24 ساعة من حداد، حديثة ولا قديمة نايم 24 ساعة من حداد. يعني احنا نروح نذب للحداد ونذب للطرق والجسور ونرجع النوب، كل هذا وكل شيء ماكو. انا دا انطي طرق وجسور للدوله، ودا انطي هسه الرسم هذا مال 30,000، ودا انطي رسوم مال تجديد، وماكو منجز. شارع مفلش، شارع مفلش. ليش شارع مفلش؟ احنا عراقيين خيرنا اكثر من طاقتنا، ليش باقي خيرنا واحنا نجيب ننطي؟ يسلمك تدق شغل وتتعب وهذه وتروح تسلمها لغيرك، وهكذا نقبطش من شيء من هذا الجيب ننطي هذا الجيب، ما سوينا شيء بس تعبوها اواذيه وهذا، والطرق مفلشه، سيارتنا جايه ديك وماك. شنو الطريق اللي يقول بغداد؟ حددي بس بغداد اكو طريق بيها بخير؟ منو سريع محمد القاسم مفلش؟ يا هو حدد لي طريق قول لي بالعراق بخير، اذا هو ملطوم لكم سيارات بس يجي يكد السيارات ويسحب فلوس منك ومني. هاي عمليه بوق ظهر الاحمر، واحنا شعب نعل ابليس ابليسنا. ركضونا وخل حمزه الخل، هاي ركضونا تركيض، الله ما يرضى هذا الحكي. شوف الشارع، اسمع اراء المواطن قبل ما تقوم بهالعمل. شوف الشارع، شوف التاكسي يقول له اطلع، شوف هاي السياره. هذا شيء يصير يصلح، يصير طرق، يصير يطي رسم مال هزه. شوف فلوس هزه يا سياره حالا بالشارع، هي بها متانه من ورا الشارع. احنا هاي المكانات بالذات، لا تقول الاقليم، احنا هسه حاليا بالوقت الحاضر مو مال هزه، هاي مؤقته هسه. شو وقت ما وفرت لي ارض كامله طريق بحظ، وفرت لي كل الظروف الملائمه من هزه. احنا شعب نريد التطور، تريد تطورني؟ مو هسه تطور، تريد تطورني هسه؟ وانا مفلش، انا مهيكل، انا مصلخ، منتي رايح منتي؟ جاي تريد تطورني هسه حاليا بهالطريقه؟ مو هاي الطريقه اللي تطورني بها. اذا تريد تطورني طور الشارع اول مره، سوي شارع نظامي وبعدين طورني. شمال عمي ناس مسنودين، عملهم راقي، شوارعهم مضبوطه. روح لي بالشمال، اكو طسات بالشمال، انا دا اروح للسليمانيه ولد اكو الاربيل، ماكو شارع ماكو طسات، طريق نظامي، حتى مسوي لك تسريحه نظاميه تمشي بسيارتك انت تخجل، ما تقدر لا تشتاز ولا محدد لك طريق السريع، طريق الوسط، طريق العجلات الحمل، وهكذا طريق نظامي، طرق نظاميه. من تروح انت ملزم انه تمشي بالنظام، ليش؟ هو موفر لك النظام. هنا فوضى، تعرف الفوضى؟ امشي لي على طريق هسه من الشعب وتعالي الحسينيه، مو طريق كانه طاب معركه، حرب سباقات ومفلش وطاب وطس. انت تعرف هسه حاليا انت بالعراق وببغداد تحديدا ما عندك شارع بيحط، هذا الشيء مو بوقته. واحنا ناس دا ننزح من دمنا ودا ننطل الدولة. والله فوق والله
اخوي هسه مثل الهزه، انت من سويت موضوع الهزه غير تبلط شوارع، غير تسوي الشارع مثل التبليط مالته، القسات، الامور الباقيه على مود تدفع للهزه. هسه انت صدر السياره اكثر شيء يريد يطول لك ثلاث اشهر او اربع اشهر يقع صدر السياره. هسه مثل عندك كردستان تروح لا قسات، الشوارع نظيفه، المرور مالتهم تروح نص ساعه، خلال نص ساعه تصدر السنويه. الهزه رحله ثانيه حولت سياره بالسليمانيه، الهزه مالتهم مش ماكو كسره يعني، بنفس الجملان كمل لك الهزه، ختم لك الاستماره، صدرها طلعت ماكو شغله 10 دقائق. هسه انا صار ساعه رحت للكاظميه سحبت استماره، انا بيتنا براجديه، رحت للكاظميه سحبت استماره وجهوني للتاجي، لازم سرب التاجي شنو طين السنويه، منين سحبت الاستماره؟ من الكاظميه، لازم ترجع المرور الحسينيه للهزه مال الحسينيه. زين انت ابو الكرخ جاب على الرصافه، انت التحويل اللي المفروض اللي بالكاظميه على مرور الفحص الهزه مال تاجي، ليش بدك تجيبها للحسينيه؟ ليش تاخرها؟ انا ما اقدر بعد ارجع للكاظميه، لازم على باكر. فيا اخي هذا كليته من عندنا يعني، هذا كليته احنا ضغط علينا. زين عندك العقد المروري، العقد المروري شنو بدك مسوي انت؟ مسوي هسه بس والله جيب لي المسمسكات مال المشتري ومال البايع من يجي، ماكو شيء. انت هسه مخليك بس صرف فلوس، الهزه المهم 30,000 مو المهم السياره. فالظاهر يعني كليتها بوق بوق، فشو تريد تحكي؟ شو تريد تسوي؟ السره شوف هاك، شوف السره العالم هوايه، وواحد شباك واحد هسه عليه تقريبا 60 70 واحد شباك واحد، ليش؟ هذا على مود فلوس، شوف من مستلمها، من الدوله مستلمها، هذا الا الحصه مالتها 30,000 بس، مجرد بس هذا الخلل مالتها يعني، مو والله هزه، والله افحص محرك، والله افحص ما ادري شنو، هذا حكي. انت من تريد تسوي هيك شيء هيك مشروع، توفر كل شيء، توفر كل شيء للسائق، توفر اشاره ضوئيه، توفر له اشاره تبليط، توفر هسه هذا جينا الشارع مال الحسينيه، مي، المرشات تترش بالشارع، زين هذا ما راح يحفر الشارع، وين البلديه، وين المرور، وين الطرق والجسور؟ زين احنا ليش بدنا نعطي فلوس للطرق والجسور؟ اذا هي كلها طسات، ليش بدنا نعطي فلوس؟ وين بتروح هاي الاموال؟ هاي ال 450 مليون دولار يقول ذاك اليوم ابو المرور، وين بيودونها؟ الطرق والجسور وين بيودونها؟ هاي هسه بس احنا واقفين تقريبا بينا 300 واحد على 65,000 مال الطرق والجسور، ما اسويها ذهب اسويها، وين بيودونها؟ كله بوق بوق بيناتهم، بوق بوق ياخذون حطوها بجيبهم وطلعوا. الشارع مملي قسات ولقار وحفر، انا يعني لو تعطيني شارع نظيف مثل كردستان او مثل بقيه الدول المجاوره يمكن ما يوقع صدر السياره. هسه اذا اريد اقاوم صدر السياره مو اكثر من ثلاث اشهر، اي سياره حتى لو كانت حديثه هسه مستلمها اليوم ثلاث اشهر يوقع صدرها. تجي الحفره للركبه واصله 30 سنتيم 35 سنتيم الحفر بالشارع. زين شلون؟ وكل وسنويا راح تصير هاي، انت تجي تراجع سنويا، انت لازم تدفع رسوم وفره بالاضافه للتاخير، مقطوع من عملك، سلبان راحه، تعبان بيها، هذا الوضع العام الموجود.
انا عندي سياره اشتريتها قبل يومين، دزوني المرور الكاظميه. الكاظميه ساعتين انا لازم سرع سيارتي، ذبيتها تقريبا 5 كيلوات. يلا العرضه حاشيه بالباب، كل ساعه واحد يقول لي تعال هاي مرور، هاي عقد، هذا ما ادري شنو. وصلت للمرور ساعتين، لازم سرع اخر شيء المرور يتنفس من خاصرته، يقول لي يابا روح للتاجيات. رحت للتاجيات لازم سرع ساعتين لحد ما وصلت للمرور، قال لي ايش عندك هنا جاي؟ قلت اشتغل ما اعرف يمن، دزني هنا. اجيت هنا يابا السياره وين الفحص؟ ما حد يتحاكي، بس اعطيني 30. اعطيته 30 فحصوا السياره. احنا واحد يحكي حظه وقته، هذا الرجال ابو الفحص خوش ادمي الهزاز، بس العالم ضابط واحد، هاي الدائره شوف ايش كبرها، ضابط واحد قاعد بالاخير كلكم شفتوه زين، بالقوه يباوع عليك ساعه يلا يختم لك. رجعك هنا استلمت هذا الملصق، الملصق غير هنا بصف الشباك الصادره، لا ارجع لنفس الضابط هناك العقيد على مود يختم لك. ختمت وهذا السر كله هالسواعه. شوف الشباب ايش قد 10 مدري 12 وماك ولا واحد. هسه الملصق، هسه العالم ماكو ملصق، ما عندهم، خلصوا ملصق. هاي العالم هيك واقفة ترى، بس لازم يسرق. والله كريم شو تريد انت من شوارع يا شوارع؟ روح شوف الطريق، هو طبينا به، هو هذا مال الحسينيه اول ما طب هاي الدائره كلها طسات. انت تحكي لي على شوارع، احكي لي على دائره حكوميه كلها طسات، ما بيها فائده. هي شو دفعت 30 وهناك 35 ما شهداء، وراح تدفع ها؟ اي تدفع لك انت هسه بالتحويل الملكيه 120 130 الف. انا عايش على الخالي بلاش، هسه لو بيها فائده هسه والله متاخر، هسه صار لي ساعه هنا واقف. هذا السر شوف صوره وملصق ما عندهم. اخي العزيز، هذا المشروع الحالي للهزة انا اشوفه سلبيات، يعني سلبيات كبيره على كاهل المواطن، خصوصا انا جاي من الناصريه من 4 الصبح لحد الان الموجود هنا الهزة وما اعرف شنو هالسوالف. في امور بسيطه 3 دقيقة قصد من عندها روتين لا اكثر ولا اقل. يعني هسه احنا بالشارع، الشارع مالتنا وين شوارعنا؟ وين الامكانيات؟ هو جاي يدور سايد بريك وجامه مكسوره ومرايه، وناهيك عن الوصولات اللي موجوده مال الطرق والجسور وكذا اللي احنا نفتقرها اللي تحت الصفر. فما اعرف، ان شاء الله تكون اكو التفاته للمواطن هذا البسيط من الحكومه، ان تكون التفاته يعني حتى لو بالعطف خلي ياخذوها عمي، خلي ياخذوها بالعطف مو بالخدمه. يعني هالشعب المسكين كلها صاير عليه، والمرور ما عباره عن شركات اهليه وكذا، وما تعرف اي نتيجه ماكو. يعني استنزاف اموال لا اكثر ولا اقل، كل فائده كل مردود ايجابي المواطن ما بيها. هسه ابسط شيء الطرق، طرق مال الموت. انا جاي من الناصريه لحد الان اي سلامه 10% من السلامه سلامتي ماكو بالمرور. لا طرق لا اشارات، تواجد المرور في بعض المناطق موجود، ناهيك عن ازدحامات بغداد، وهذا اعتقد يعني واضح للبيان للجميع يعني ما يحتاج. فبالتالي احنا نكون شويه يكون اكو نيه صادقه لخدمه هالمواطنين وخدمه هالبلد. تبدي من المرور، ويوم اي واحد يجي من المرور شوفت عينك اشوفه عباره عن شركات، وهذا الكلام ما مخفى عن اي احد، عباره عن استنزاف اموال مقاولات وكذا. اي تعليمات من تصدر خلال لحظات راسنا تعمم كتاب بالتليفون، طبقوا على السريع والناس ما تعرف شو تسوي.
انت اليوم تريد تصدر قرار ادرسه دراسه مستفيضه كامله بحيث لا يتاذى المواطن، وانتم انسيابيه عملها تصير بصوره رسميه. احنا هسه بالنسبه لنا عندنا موضوع الدراجات وموضوع الانشائيه والزراعيه. عندنا معاملات مع الشركه مثل انشائيه. احنا مثل الانشائيه مثل حادله وزنها 5 طن، شي يجيبها مثل هي بموقع بالزعفرانيه وتعال افحصها هزاز. انتم من وضعتوا هاي الاليه غير توضحون وياها الاليه مالتها هذا المشمول وهذا هذا المسموح حتى الناس تعرف. احنا بيجي حاله قاعده تقف معاملاتنا يعني مع الشركه. زين؟ فنريد يعني فد توجيه او تعليمات بحيث من تصدر قرار التعليمات وياه مباشره حتى المواطن يعرف راتب من الجديد. هاي وحده. اليه الدراجات هسه الحمد لله والشكر قالوا هزاز ماكو بعد. عندنا معرض دراجات ان خاص بينا مالتنا، نريد الرقمهن. كتسعيره دراجات ورسومها نريد تحكون ويا وزاره الماليه ويا السيد الوزير ويا السيد رئيس الوزراء، خلي يخفضون رسومها. انت مكان ما تاخذ لك 120 الف دينار على قد دراجة واحدة أخذ 60 ألف دينار، تجيك 10 دراجات مكانها. هم تخلصون من مشاكلهم بالشارع وهم أنت مسوي له رقم ومنتين من عند هذا. النقطة الثالثة، أكو سيارات قديمة، السيارات اللي هن الصدامي نقول عليهم بالمصطلح العامي، ذني يعني 70% منهن تعبانات، تعب يعني تلقى الصدر ماله تعبان، الدبل ما عنده، الوضع المعيشي ماله هو مزري يعني ما عنده يصلح. زين سقطت السنوية مالته لازم ينجبر ديجي على الهزاز. شلون تعينوه حتى في سبيل هم يكمل وهم تستاهلونه يا مثل ما يقول. الشوارع ما شاء الله يا ربي ماكو شارع بالبغداد براس خير. كل طسات يعني بالجزيرة الوسطية. يعني السائق يحيل حتى بالله ويس دار. السائق قريبة ما يخلي ودي وين ودي كيلو يمشي نص كيلو يلا ويس دار. هذا مو عمل هذا. يعني طريق حلو مرتب. نيل من عنده الى من الاخير مجلس الاداره. احنا القانون على فوق الراس على عيني وعلى راسي، بس القانون مثل ما يريد من المواطن المواطن هم يريد من القانون يريد من يدير. بالنسبه للمرور يعني هسه بالنسبه للمرور يقول هسه الهزه يعني مثل الطريق هو شارع تعبان، الطرق كلها تعبان. هسه جيت انا بالنسبه لي من كربلاء اليوم الشارع يعني الشارع وندق يعني امشي 30 امشي 40 شارع وسياره وندقت يعني سياره بس تفليش لا يباول للشارع يباول للسيطرات. يعني السيطره يخلي بها 20 طسه والطسه ما تبين حالها حال التبليط يعني ما تنشاف والله ما اشوفها. يا سياره كسح سياره تنقلب المواطن تاذى سيارات تاذى يعني ما بس يريدون من كاهن المواطن. مواطن تعبان مواطن الله وكيلك تعبان يعني هسه بالنسبه لي ودي حتى احرق السياره ايش يعني شنو مستفادين من السياره؟ لا تشتغل بالسياره مستفاد من عندها يا اخي والله ما ادري المرور بعسير بس يريد من المواطن يا اخي والله ما اعرف شو نسوي. زين اما نشتكي احنا نشتكي للاخ مدير الكهرباء اسمه مدير المرور العامه نقول له شويه خفف من هذه يعني مثل ما يريد من المواطن المواطن هم يريد من عنده. انت باعتبار اب يا اخي ما يصير. اي انا جيت محافظات يعني الطريق على طوله من كربلاء الى بغداد يعني كله مطبات كله مطبات ما تنعرف يعني سايد يعني السبايكر الطينه السبايكر الطينه الجسور طرق وجسور ما اعرف كله وصولات 30 40 35 40 ما اعرف المن ذن يعني الورقه ب 55 مكاتب مال المرور 55 خذ له 5000 يا اخي يا اخي 50 منين اجيب هنا انا مثلا ايش عندي راتب وزير راتب برلماني الله وكيل عاطلين ماكو حتى راتب عاطلين ماكو 100000 300000 قلنا ماكو وما ادري ايش اسوي والله ما ادري يعني كنا حتى من البلد هذا جزعنا. Hadi.
الهزة وما يصدر بس موقع اشتغل.